أتعلمون لما لن تأتوا؟ عندما جعلني حارسة محيت ذاكرته فجأة. الآن المعلم فو مثل غيره، لا يعرف شيئاً عن الميراكلس ولا هوياتي ولا الكواميز. تعال يا تيكي، هيا بنا. لماذا قمت باختيار تيكي وليس نحن؟ أنتم تعلمون أنني لا أستطيع تركها، فربما احتاجت للتحول. ماذا لو اختبأنا؟ هكذا لن يرانا. أليست هذه فكرة جيدة؟ نريد التأكد أنه بخير. أتلا بنا 100 عام وأكثر. أنا أعلم، لكن عليكم أن تدعوه يعيش مع زوجته، وأنا سوف أعتني بكم. مارينيت، إن المعلم فو وثق بي لمساعدته في حماية صندوق الميراكلس. كنت أكثر من كوامي، كنت صديقة، وأنا أفتقده كثيرا. أنا أفهمك، لكن حسنا، تعال معي يا ويز. ولكن هذا نريد أن نرى المعلم فو. أنا لا يمكنني أن أخذكم جميعاً. أنا مهم أن يكون الصندوق محمياً باستمرار. إذن أنت تريدين أن يبقى أحدنا هنا كي يراقب ويذهب بقيتنا، صحيح؟ ماذا؟ بالطبع لا. كيف نختار من سيبقى؟ فلندع القدر يقرر. نعم، لنفعل كوامي كوهو. كوا ماذا؟ كوامي كويمي، سنختار أنت هو المختار. أجل مارينيت، ستبقى. أجل. لن تخرجوا، هذا غش. بجانب، أنا الحارسة، أنا من يقرر. انتهى. لم تترك لنا خيارا. فلنظهر عيون الكوامي الباكية. حسنا. أي كوامي يريد أن يتطوع؟ الفتاة محقة. ماذا إن ظهر شرير أو وحش مشاعر؟ لدي شعور سيء. اذهبوا، سأبقى. سيدي مستعد. شكرا يا بارك، هيا فلتدخلوا. لكن أحذركم، لا تنطقوا بكلمة واحدة. تتكلمون. غير معقول، لم نخرج من الغابة بعد يا سيدي. الهاتف يعمل من تلقاء نفسه، إذا لم يتوقف الآن سألقيه في سلة المهملات. قلت إن علينا إزالة الصور. لست حزينة، والصور لا تزعجني أبداً، إنها لقطات للموضة والأصدقاء، وأحب الموضة وأحب أصدقائي، لذا أنا بخير، لا توجد مشكلة. إذن مارينيت حزينة، كسر قلبها. في البداية أعجبت بإدريان، لكنها لم تخبره بمشاعرها لأنها مارينيت وهو إدريان. ثم أتى بعدها لوكا، يمكنها التحدث معه لأنه لوكا، فأصبحا معاً. كانا لطيفين جداً معاً. نعم، إلا أن الأمر انتهى. نعم، لقد استأت جداً للخبر. لكن المشكلة الحقيقية هنا هي أن مارينيت لم تخبرنا، بل لوكا أخبر جوليكا التي أخبرت روز، فأخبرت ميلان التي أخبرت أليكس، فأخبرتني أخيراً، وإلا لكنت أنا صديقتها المفضلة. ما زلت لا أعلم. بالأمس سمعتها تبكي بمفردها. مارينيت، أنت تبكي؟ أتمزحين؟ إنني سعيدة، لنحتفل ونقم حفلة. أنا سعيدة جداً. لما تخفي عنا كل هذه الأسرار؟ إن لم تخبر آليا فالمشكلة كبيرة حقاً. ماذا نفعل؟ مارينيت تحتاج إلى تدخلنا، لنتصل بها ونرى كيف حالها. اتفقنا. إنها لا ترد علينا. مارينيت، أترك رسالة. بيب. يا مارينيت، هذا نحن. مرحبا. اتصلنا لنقول لك إننا هنا لو احتجتنا، متى شئت وأينما شئت اتصلي بنا. نحبك، اشتقنا لك. علينا أن نفعل شيئا. نحتاج لتيكي. سأتصرف. لما لا تستخدمين علبة الضوء لتكلمي أصدقائك؟ لماذا؟ كل شيء بخير. ألن تعودي لشخصيتك العادية؟ لا، أنا أفضل هكذا. إذا هاجم شادو موث باريس أكون جاهزة في أي وقت. ولكن ماذا عن تيكي؟ قد تحتاج راحة لتأكل شيئاً مثلاً. أولا تيكي، نزع النقاط. أنت
أنت بخير يا تيكي؟ أفضل منك يا مارينيت، يجب أن نتحدث. فلنذهب لمنزلها، ما رأيكن؟ سنمنحها سوار الصداقة الأبدية كي لا تنسى أن الأصدقاء يتشاركون كل شيء. قرأت في مجلة أن قبيلة في أمريكا الجنوبية فعلتها، تخبر سراً للخرز في عقلك. إذن حين تخبر مارينيت سرها إلى خرزة يوحدنا السوار للأبد. مستعدات؟ أليس من الأفضل أخذها لتناول العصير ومساعدتها على حل مشاكلها؟ حسناً. ما دمت أنا الدعسوقة لا يمكن أن يكون لي أحباء. لما تقولين هذا يا مارينيت؟ تعرفين، انفصلت عن لوكا لأنني لم أخبره الحقيقة. نفس الأمر مع إدريان، لا يمكنني مشاركة سري مع أحد. لا أستطيع أن أكون صادقة مع أصدقائي أو والدي في أي شيء. محكوم علي بالكذب على الجميع إلى الأبد. ماذا أفعل يا تيكي؟ ليتني أعرف، لكن القوامي لا يشعرون بالحب. نعم، مساعدتي مستحيلة. حياتي معقدة جدا، يجب أن أكون الدعسوقة طوال الوقت. تيكي، وقت النقاط. مارينيت، مارينيت. واو، انظرنا يا فتيات، هذا جديد. إنه لطيف. سوفا. أوكاش. بالمناسبة، أين القط الأسود؟ أرى أنك تعملين وحدك مؤخرا، هل أنتما على خلاف؟ نجحنا. بالطبع لا، لكن فقط هو شريك كالآخرين. أهم شيء هو اختيار أفضل الأبطال الخارقين، مع القط أو بدونه. لدينا فريق رائع وموجودون لإنقاذ باريس دائما. أنا شريك كالآخرين. لا تجعل هذا مشكلة كبيرة. يتظاهر الناس دائما أن كامنبير كأي جبن أخرى، لكنهم يعرفون جيدا أنه الأفضل، خاصة عندما تنسى المكان الذي وضعتها فيه لأشهر وتصبح سائلة. و رائع، فرصتك لتظهر لهم جميعا من المهم. كامنبير تحول، أعني أدريان تحول. غير مجدل. لا، بل هذا شيء مفيد. تحتاجك الدعسوقة، هيا لنذهب. حسنا، لاج مخالب. الدعسوقة ميراكلس. نجحنا. اهلا. اهلا القط الاسود. اهلا. اهلا يا رفاق، كيف حالك؟ هيا بنا، اسرع قبل ان نتحول، سنتقابل لاحقا. أهلاً، كيف حالك يا دعسوقتي؟ رائعة، لكن يجب أن أسترد الميراكلوس. أنا سأساعدك في توفير الوقت. شكراً يا قط، لكن هذه مهمة الحارس. أعرف بعضهم، أتذكرين؟ كنت هناك عندما منحتهم الميراكلوس. لا تعرف نقاط التقائهم ولا وقت للعبة القط والفأر، إنها أساس قوة. لو تود مساعدتي، توقف عن إهدار الوقت. وخذ الميراكلوس مني أيضاً. أياً كان، إلى اللقاء. لن أضيع وقتك بعد الآن، انزع المخالب. آسف يا بلاك. واو واو، انتظر. ماذا يقصد باسترجاع الميراكلس؟ لم أعد أستطيع فعل هذا، سأتخلى عن كل شيء حتى أنت. لا تفعل ذلك. لا، لن يحدث. انتظر، سأعود حالا. لا أتحرك مطلقا، أما أتحرك قليلا. القط الأسود، القط الأسود. لا، القط الأسود. يفترض لقاؤنا خلف النافورة. أنا على وشك التحول. أأطعم الكوامي أم ستفعلين ذلك؟ أنا. لا تتحركي، أنا في الطريق. ما الذي حدث له؟ لم أفعل شيئا. لم تفعلي شيئا؟ حسنا، لقد فعلتي. قد أهملت الكامنبير على طبقك لفترة طويلة، فأصبح سائلاً ومتعفناً. ماذا؟ لم يعطيني القط الأسود كامنبير. لا، القط الأسود هو كامنبير، أنت تتجاهلينه منذ فترة، أعني القط الأسود، وتذهبين مع جميع الجبن في مهام. عليه أن يكون سعيداً، فهذا يمنحه وقتاً. لا يريد القط الأسود أخذ إجازة، إنه يحبك. ودعوتك المستمرة لكل الأبطال كسرت قلبه. متأسفة جداً إذا تأذى، لكنني أبذل قصارى جهدي. أعلم، فقط أعطيني الميراكولس، سأعيدها إليه وأفرج عنه، وسنتناول بعض الشطائر المشوية، وسيعود كل شيء إلى طبيعته. غير مجد، المشكلة أن القط الأسود يحبني، ولا أستطيع فعل شيء، وسأستمر في كسر قلبه مراراً وتكراراً. ربما هو على حق.
علينا الانفصال. توقفي، القط الأسود بطل بكفاءة عالية وتكملان بعضكما. أعلم، ولن أعمل بدون القط الأسود. إذن سأختار شخصا آخر، لن يحبني على الأقل. ساس في صندوق الخياطة؟ مارينيت! هذه الأقراط ملكي. لا! إدريان ساعدني! نعم، سوف تصبح أمنيتي الكبرى حقيقة أخيراً. آسف، أرسلتني مارينيت. لا تقلقه، هو يعرف. ساس، مارينيت أرسلت هذا، تريد مني العودة لهذه اللحظة، لكنها تعلم أنني عاجز عن هذا. لا يمكنك، لكني أستطيع. يمكنني العودة لأي علامة تم وضعها في الماضي. باستخدام الكوامي لقوتهم بلا مالك تكون العواقب وخيمة. يجب أن يكون الوضع يائساً للحارس أن تطلب ذلك. لا، ليس مجدداً، ماذا يحدث؟ لابد أن شادو موث سيطر على ميراكلس الدعسوقة والقط وتمنى أمنية. وما علاقة ذلك بنهاية العالم؟ العالم كدفتر مدرسته، المكتوب به باللون الأزرق لكنك تريده بالأحمر. قبل إعادة كتابة كل شيء باللون الذي تريد، عليك أن تمحو المكتوب بالأزرق. هذا ما يحدث حين يتمنى شخص شيئاً. تم تدمير الكون ثم أعيد بناؤه، لكن من يعرف كيف؟ ساس، عجل! فرصة ثانية. لقد بدأ العد التنازلي. إنها الواحدة صباحاً ولدينا 5 دقائق قبل أن تعود، لذا علينا الانتهاء في 1:05. عد على إشاراتي. آسف، لكن لم أستطع الحضور. ماذا يحدث بالضبط؟ لا، كأن التاريخ كله مختلط. ما هذه الأصوات التي أسمعها؟ بريتراند؟ جيلز؟ فاي؟ ما هذا السح؟ الزمن يتحرك بجنون، أو ربما هو أنا. لدي شعور سيء الآن. فايبيريان، فايبيريان، هل تسمعني؟ اتبعني. دعسوقة، أتسمعينني؟ فايبيريان، علي محادثة ساس. قشور راحة. متأسف يا دعسوقة، لا خيار لدي. ماذا حدث؟ لست متأكداً، رأيت صورة لتعويذة الحظ، ساعة تشير للواحدة. أتفهمين أياً من هذا؟ عندما يستخدم الكوامي قوتهم بلا مالك دائماً تكون العواقب السحرية وخيمة، والقوة التي يملكها ساس هي العودة بالزمن. لهذا فقد اختلط الوقت. ابق هنا لوكا. ليبرتي، إلى قاعة المدينة. الذكريات تندفع إلي الآن. حان الوقت لفكرة عبقرية.